أنشأ ناشطون جمعية أبي العلاء لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة معرة النعمان، والتي تهتم بدعم هذه الشريحة من الناحية المادية والصحة البدنية والنفسية، ودمجهم في المجتمع والحياة العملية بما يتناسب مع وضعهم الخاص. وتقدم الجمعية خدماتها لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأعمار كافة ولكلا الجنسين في منطقة المعرة. بشرنا بأول مشروع هو مشروع الإحصاء، وجمعنا بيانات عن حوالي 800 شخص معاق مع وصف دقيق لإعاقتهم والاحتياجات اللازمتهم. الموضوع الثاني اللي بلشنا فيه حاليا هو مركز التربية الخاصة، اللي هو بيعنا بإعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة أعمار، بس أكثر شيء بيستهدف الأعمار الصغرى من عمر 3 سنوات لحتى عمر 15 سنة. المشروع تحت إشراف عدد من الأخصائيين التربية الخاصة. الإعاقات المستهدفة بشكل عام هي الإعاقات الحركية، الإعاقات الحسية، الإعاقات العقلية البسيطة مثل التوحد والذهنية الخفيفة. وتهدف الجمعية إلى تقديم العلاج والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لهم، والمساهمة في إنشاء مركز طبي لمعالجتهم، ومصنع للأجهزة التعويضية، مع إقامة دورات توعية لأسرهم، وإحداث ناد لهم يعنى بنشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية، ومراكز تأهيل وتدريب للأطفال منهم، وتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية تتناسب مع إعاقتهم، بالإضافة إلى تنظيم مهرجانات وأسواق خيرية يعود ريعها لأسرهم. أولا ستقوم الجمعية بتأهيل كادر مدرب ومؤهل لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث تأهيلهم وتدريبهم، وأيضا من حيث إقامة برامج دعم نفسي واجتماعي وبرامج ترفيهية لهم، وأيضا من خلال إعطائهم حقهم في التعلم من خلال تعليمهم بما يتناسب مع حاجاتهم الخاصة التي لديهم. وتطمح الجمعية إلى القيام بعدة مشاريع مستقبلية، منها مركز للعلاج الفيزيائي، ومركز لتصنيع الأطراف الصناعية، ومركز تأهيل مهني، بالإضافة إلى سعيها لتأمين بعض الاحتياجات الفردية لذوي الاحتياجات الخاصة كالعكازات والكراسي المتحركة وغيرها. يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة فئة منسية من المجتمع، الأمر الذي دفع ناشطين من مدينة معرة النعمان إلى إنشاء جمعية تعنى بهذه الشريحة. حمد فيصل، أورينت نيوز، معرة النعمان، ريف إدلب.